يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة النهاردة ومتابعة لأهم وأحدث الأخبار. من فترة كنا اتكلمنا مع حضراتكم على طفلين ما كانوش لاقيين معاهم تمن الدواء، أطفال أعمارهم 6 سنين وأخوه صغير تقريبا 4 سنين. الأخ الصغير كان تعبان جدا والأخ الكبير متحمل مسؤولية أنه هو إزاي يلاقي دواء لأخوه على الرغم أنه هو نفسه كان كمان تعبان. ساعتها عدنا نقول فين الجهات المسؤولة من هؤلاء الأطفال وإزاي متسابين في الشارع ومحدش بيسأل فيهم. النهارده زي ما يعني رصدنا مع حضراتكم المشهد من بدايته وطرحنا تساؤلات، النهارده جايين نقول التطورات. التطورات النهارده ان وزاره التضامن الاجتماعي من وقت انتشار هذا الفيديو رصدوا يعني هذه الواقع وبداوا ان هم يبحثوا عن الاطفال وعملوا تمشيط كامل لكل نطاق المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها، لكن للاسف لم يعثروا على الطفلين دول. لكن الوزارة الحقيقة يعني ما توقفتش فقط عند المرحلة دي، كتبت وقالت ان هي بتدور عليهم ويعني اشادت او يعني طلبت من كل الناس اللي هم ممكن يكونوا في نطاق هذه المنطقة او حتى اي شخص لو شاف الطفلين دول يبلغ وزارة التضامن الاجتماعي علشان تقوم معاهم طبعا بكل الاجراءات اللازمة وما تسيبهمش في حالهم ده، ولا تسيبهم ان هم بيواجهوا صعوبات الحياة لوحدهم، ولا مش لاقيين حتى العلاج ولا ان حد يساعدهم. فبالتالي مشكورة الوزارة على تحركها الحقيقة وعلى تفاعلها مع الواقع اللي كلنا يمكن كنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو انتشر الكل استاء، الكل كان بيتألم بشكل كبير قوي لحال الأطفال دول الصغيرين اللي ملهمش يمكن أب ولا أم يسألوا فيهم واللي ملهمش ظهر وسند. لكن النهاردة الوزارة بتقول إن هي هتقدم ليهم كل الرعاية، لكن بتطالب أي شخص لو شاف الأطفال دول يبلغ وزارة التضامن الاجتماعي علشان تتحرك بشكل سريع. تاني بنوجه الشكر طبعا للوزارة، وده الحقيقة تحرك مطلوب في مثل هذه الوقائع. نبدأ مع حضراتكم أهم أخبار اليوم بالرئيس السيسي ولقائه وتسلم لرسالة من طبعا رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. التقى النهاردة الرئيس السيسي سفير دولة الإمارات في مصر وتسلم رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد للمشاركة، بيدعو فيها الرئيس السيسي أن هو يشارك في قمة المناخ المقبلة في دبي COP28. طبعا احنا عارفين ان مصر كانت بتستضيف القمة السابقة COP27 في شرم الشيخ، شفنا طبعا مشاركة من زعماء كتير حول العالم اتوا الى مصر والى مدينة شرم الشيخ وشاركوا في هذه القمة. تسلمت الامارات يعني رئاسة القمة للدورة المقبلة، للدورة الـ 28 هتكون في شهر ديسمبر في دبي، والرئيس السيسي تلقى دعوة الحضور والمشاركة. وطبعا يعني في هذه القمة تم التوضيح في الرسالة أن هيتم بناء فيها على ما تم في قمة شرم الشيخ COP27، وأشادوا بشكل كبير بجهود مصر في تنظيم القمة السابقة وأن هي كانت قمة ناجحة جدا ولقت طبعا رواج كبير ومشاركة واسعة وإشادة دولية بشكل كبير. نتكلم أكتر على تفاصيل COP28 وتنظيم دولة الإمارات لهذه الفعالية. بينضم لينا على التليفون الأستاذ جاسم خلفان الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، برحب بيك يا أستاذ جاسم معنا. أهلا بيك يا فندم، رمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب. معروف عند المصريين باسم الدكتور جاسم خلفان. عشان دكتور جاسم خلفان برحب بحضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب وبكل خير. كل سنه وانتم طيبين والبرنامج كله والاعداد ومتابعينك الكرام. تفضل دكتور جاسم، خليني ابدا مع حضرتك بدايه بالرساله اللي تلقاها النهارده الرئيس السيسي من دوله الامارات طبعا اللي هتستضيف COP28 قمه المناخ. كيف تستعد الان الامارات لهذه الفعاليه الكبرى، وكيف ستبني على ما تم في القمه السابقه اللي كانت بتستضيفها مصر؟ طبعا احنا اذا اخذنا العلاقات القويه بين دوله الامارات وجمهوريه مصر العربيه علاقات اشقاء. فاذا تلقى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق سعاده السفيره مريم الكعبي
في جمهورية مصر العربية دعوة من أخيه أو شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، فهذا شيء طبيعي جدا أن تتم هذه الدعوة، لأنها لجمهورية مصر أولا للعلاقة القوية الأخوية، ثانيا لأن مصر نظمت كوب 27 فالإمارات دورها في 28. وطبعا دائما الأشقاء لما يكون أنا نظمت هذه القمة وكان مستوى عالمي جدا بالنسبة لمصر، فلا شك أن هناك تعاون وتبادل في الخبرات وفي الإعداد لهذا المؤتمر. مصر الإمارات الحمد لله استعدت منذ فترة طويلة وبلغت دعوات للعالم عن كوب 28 والذي إن شاء الله سيعقد في دبي في مدينة إكسبو، إكسبو اللي العالم كله شاهده لما كان حدث إكسبو. صحيح. فالاستعداد بالنسبة لكوب، لأن العالم حاليا يمر بتقلبات مناخية غير طبيعية، وشاهدنا في الفترة الأخيرة الزلازل التي حصلت، الفيضانات التي تحصل، فلا بد أن يلتقي العلماء تحت جناح السياسة للحفاظ على الطبيعة. هذا ملخص الحديث اللي أنا أقول لك إياه. فهم قادة سياسيون يأتوا بمؤتمرات يحضرها العلماء المختصون ليخرجوا بتوصيات تعمل بها الدول للتعامل مع الكوارث الطبيعية التي قد تحصل هنا أو هناك. إذن بشكل يعني أكثر تفصيلا، إيه الخطوات على أرض الواقع حاليا اللي تم يعني اتخاذها في كوب 28 بالنسبة لدولة الإمارات؟ دولة الإمارات جهزت نفسها لهذا المؤتمر لإعداد لاستقبال القادة، إعداد المكان نفسه، يعني كمدينة متخصصة إكسبو أصبحت يوم مدينة عالمية تستضيف لقاءات عالمية في إمارة دبي، فالمكان جاهز لاستقبال ضيوفه. العلاقات الأخوية والصداقية بين دولة الإمارات ودول العالم الحمد لله تؤهلها أن تتقدم باستضافة رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات للحضور لهذا المؤتمر. الإمكانيات المتاحة من ناحية علمية، الإمكانيات المتاحة من ناحية مادية سياسية، كلها توضع كخبرات لدولة الإمارات بالإضافة إلى استعانتها بالخبرات العالمية في هذا المجال، كلها قد جهزت. إذن ما زالت العملية مستمرة في التحضير، لأن احنا في ديسمبر نهاية العام الحالي. صحيح. هي عملية إجرائية مستمرة، كل ما قطعت مرحلة تتجه للمرحلة النهائية حتى يتم الإعداد قبل أن يأتي التاريخ ليكون الحدث جاهز للتنفيذ كما يقال في الإدارة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لدولة الإمارات الشقيقة في القمة المقبلة كوب 28، وبكل تأكيد يعني منتظرين قمة استثنائية كعادة دولة الإمارات. وحضرتك ذكرت يمكن إكسبو دبي إزاي فعلا كان ناجح جدا وأبهر العالم بالكامل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم خلفان الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي. ننتقل مع حضراتكم لملف تاني، والنهاردة تم توقيع اتفاقية ليها علاقة بموضوع مهم جدا الحقيقة، إزاي يتم تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية. الكلام ده حاليا ما بقاش يعني مجرد أبحاث أو دراسات أو كلام بهذا الشكل، لكن أصبح واقع، وتم النهاردة توقيع اتفاقية لإنشاء وتصميم أول مصنع لتحويل المخلفات الصلبة إن هي تكون طاقة كهربائية، يعني تتحول لكهرباء. المصنع ده هيكون في أبو رواش في محافظة الجيزة. تم توقيع الاتفاقية بحضور عدد كبير جدا من الوزراء اللي كانت هذه الوزارات بتشارك خلال السنوات اللي فاتت إن هي تحضر لهذه الخطوة. وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الكهرباء طبعا، وزارة المالية، وزارة الإنتاج الحربي. كل هذه الوزارات خلال السنوات اللي فاتت كانوا بيشتغلوا على هذه الخطوات علشان نوصل في الآخر أن يكون عندنا أول مصنع لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بتكلفة كبيرة بتوصل لحوالي 120 مليون دولار. الموضوع ده بيتم بالشراكة ما بين أو يعني اللي هيقوم يعني على تنفيذ هذا المشروع عدد من الشركات المصرية والشركات كمان الأجنبية.
زي ما قلت لحضراتكم كان في مجهود كبير بيبذل خلال الفترة اللي فاتت، يعني تقدم لهذا المشروع حوالي 92 شركة وتأهل منهم 53 شركة علشان في الآخر اللي ينفذوا المشروع 19 شركة مصرية و34 شركة أجنبية. نتكلم أكتر على تفاصيل المشروع وكيف سيتم تحويل المخلفات الصلبة لكهرباء. بينضم لينا على التليفون دكتور صالح عزب مستشار وزير البيئة السابق. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور، برحب بحضرتك معانا. أهلا بيكم. عايزين في الأول يا دكتور نتكلم على الفكرة نفسها، يعني تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية، إزاي تم العمل على هذه الفكرة وإزاي وصلنا في الآخر لأول مصنع يشتغل على تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية؟ يعني الموضوع اشرح لنا فكرته أكتر يا دكتور. هي يعني الموضوع ده من زمان الحقيقة موجود في الدول كتير، يعني بالذات الصين واليابان يعني يعتبروا هم الرائدين في المشروع ده. هي الفكره انه يعني القمامه الحقيقه بتمثل مشكله كبيره جدا، مش بس عندنا وعند العالم كله. احنا يعني عندنا في مصر المشكله دي واضحه قوي، يعني احنا بننتج حوالي 1200 طن يوميا قمامه. المشروع اولا بيقلل مشكله القمامه، يعني بيقلل المساحه اللي بتحتاجها القمامه لحوالي 90%. ثانيا بيقدر عن طريق الحرق او حاجه اسمها الترميد من انتاج غاز الميثانول. غاز الميثانول ده هو وقود بيستخدم زيه زي البنزين، ويعني حاليا انتشر في بعض الدول الاوروبيه في البنزينات، يعني العربيات بتخش تنول ميثانول جاي من حرق النفايات، خاصه النفايات الزراعيه. المقصود في مصر هنا انه طبعا احنا عندنا مشكله كبيره في القمامه، زي ما قلت حضرتك كل ما بيزيد عدد السكان بتزيد القمامه، وكل ما بيزيد معدل الاستهلاك بتزيد القمامه، لان طبعا الغناء بيستهلكوا اكثر من الفقراء، وبالتالي القمامه بتاعت الاثرياء بتبقى اكثر من قمامه الفقراء. فلما بيزيد بيرتفع معدل النمو بيزداد الاستهلاك فبتزداد القمامه. جميل. المشروع ده هو اللي اتعمل في ابو رواش بالذات في الجيزه، هو قائم على انه هيحول 350,000 طن سنويا من القمامه الحيات البلديه. هينتج عنه قد ايه يا دكتور من الطاقه الكهربائيه؟ هي 350,000 هيطلعوا 30 ميجا واتس، يعني 1200 يوميا، 1200 طن يوميا في السنه كلها حوالي 350,000 طن. هنطلع منهم 30 ميجا وات، يعني 30,000 كيلو وات من الكهرباء في الساعه، في الساعه الواحده. المشروع ده هو اللي بقول لحضرتك من سنه 17 بيتم الاعداد له، من 2017. بيتم الاعداد له، وهو يعني كان في عده مشاكل، وفي يعني تكنولوجيا حديثه وتكنولوجيا قديمه. كان له مشاكل طبعا ان هو الحرق، عمليه الحرق او الترميد بتطلق برضه انبعاثات، وبت بتؤدي هذه الانبعاثات لامطار شمطيه وتترشح في الجو وكده. فالتكنولوجيات الحديثه قدرت انها تتغلب على الموضوع ده هو، وحرق النفايات بينتج عنده في النهايه رماد، هذا الرماد بيستخدم في مواد البناء. فكمان الحرق بقى عمليه ترميد، يعني في طبعا كذا وسيله وكذا تكنولوجيا لحرق النفايات دهيت واستخراج الطاقه الموجوده فيها. يعني توليد الطاقه يا دكتور بيكون عن طريق عمليه الحرق واستخراج بعض المعادن او المكونات، يعني هو يعني بصي، هو التعامل مع القمامه له ثلاث اساليب بيسموها ثلاثه ار: ريديوس ريوز اند ريسايكل.
الريسايكل طبعا احنا بناخد المعادن والزجاج والورق والحاجات ديت وبيعاد تشكيلها وتكوينها تاني. الريوز بتحاول ان احنا نستخدم الحاجات بدل ما نرمي مثلا الازايز والحاجات ديت بنحاول ان احنا نستخدمها تاني اللي هي القابله لاعاده الشباب. والاستخراج بقى الطاقه يعني الحاجات اللي احنا ما بنعرفش يعني ان احنا نعملها ريسايكل او كده زي المنسوجات مثلا الحاجات العضويه وكده دي بيتم الحرق فيها واستخراج الطاقه الموجوده فيها. عمليه الحرق ده هي بتتم برضو بطريقه معينه بحيث انها بتحول الطاقه الحراريه الى طاقه كهربائيه أو تحول هذه الطاقة إلى طاقة سائلة أو غازية. فتستخدم في كل الأحوال إما في إنارة المصانع أو في زيها زي محطات الكهرباء بالظبط. هذه طاقة نظيفة ما تطلقش انبعاثات ملوثة اللي هي بتسبب التغير المناخي. عظيم يعني. جدا هي كمان صديقة للبيئة يعني هذا النوع من المشروعات هو صديق للبيئة. هي صديقه للبيئه من كذا ناحيه، اولا ما تطلقش الانبعاثات اللي هي بتسبب الاحترار العالمي او التغير المناخي اللي هي ثاني اكسيد الكربون والميثان وثاني اكسيد الكبريت والنيتروجين والحاجات دي. في نفس الوقت انت بتتخلصي من القمامه، احنا المشروعات ده هي هتقلل القمامه بنسبه 90%. ده رقم كبير قوي يا دكتور، وعايزين نحدد اكتر ايه طبيعه المخلفات الصلبه، يعني زي ايه علشان تكون برضو الصوره واضحه للجميع. ما هي بتشمل كل حاجه بقى، يعني مخلفات المنازل، مخلفات المصانع، المخلفات الزراعيه، احنا عندنا مخلفات المحاصيل الزراعيه كانت بتسبب مشكله كبيره، كان زمان الفلاح كان بيستخدمها في عمل سماد للارض وبيستخدمها في الحرق. فدلوقتي طبعا البوتاجازات دخلت والسماد الصناعي دخل والحاجات دي فما بقاش يحتاجها، فعشان ينظف الارض منها او كبريت اسهل طريقه وارخص طريقه ويقوم مولع فيها، فكانت بتعمل سحابه سوداء ودخان يجي لنا هنا في اكتوبر خصوصا قش الرز اللي هو الطقايه المحاصيل دي. النهارده لما بنعيد استخدام هذه الحاجات وبنستخرج الطاقه اللي فيها بنحقق اكثر من مكسب، يعني هي الفرق ايه بين الدوله المتقدمه والدوله الناميه؟ ان الدوله المتقدمه بتستغل كل مواردها انما الدوله الناميه بتبعد. القمامه ده هي ثروه لازم نعيد استخدامها ونعيد ونستخرج الطاقه، اي منتج بينتج بيستهلك طاقه، بيحتاج طاقه. فما ينفعش ان احنا نضيع الطاقه ديت بان احنا نرميه في الزباله وبعد كده نلاقي مشكله في التخلص من هذه القمامه وجبال القمامه دي. اذا احنا امام خطوه مهمه وخطوه كبيره هتساعدنا على حل مشكلات كتير زي ان احنا نتخلص من القمامه بمعدل بيوصل ل 90% وفي نفس الوقت هنولد كمان طاقه كهربائيه، خطوه يعني لطريق مختلف احنا امامها النهارده، اول محطه لتحويل المخلفات الصلبه الى طاقه كهربائيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور صالح عزب مستشار وزير البيئه السابق. نروح بقى لحديث الساعة، والعالم كله حاليا بيترقب ماذا سيحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. دونالد ترامب الحقيقة هو رئيس استثنائي عدى على تاريخ يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وطول الوقت على الرغم من هو ترك الحكم إلا أن لسه اسمه بيذكر. من فترة اتكلمنا على الوثائق المسربة، احنا النهاردة أمام محاكمة لدونالد ترامب في قضية جنائية، وده يعني شيء بيعتبر الأول من نوعه في تاريخ كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب متهم في جريمة أخلاقية، وعلى إثر اتهامه في هذه الجريمة هو الآن أمام المحكمة وأمام القضاء، وبيمثل في الوقت الحالي أمام القاضي في مانهاتن في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة الموضوع العالم كله بيتابعه، وبكل تأكيد الشعب الأمريكي بيتابع ما يحدث مع الرئيس ترامب، وفي حشود في الشوارع ما بين ناس بتأيد ترامب وبتقول ان ده كله بتخطيط من النظام الحالي وبتخطيط من الرئيس الامريكي بايدن علشان الانتخابات الرئاسية المقبلة والمنافسة وخلافه، وجزء اخر
كان من البداية معترض على وجود ترامب، فحاليا هم رايحين بيدعموا فكرة محاكمة ترامب وان هو يكون امام القضاء الامريكي. ايه المشهد اللي بيحصل؟ هل ترامب فعلا ممكن يتحبس؟ يعني نشوف رئيس امريكي سابق بيدخل الى السجن بتهمة في جريمة اخلاقية. محتاجين طبعا نحلل ونفهم أمريكية ان قضية يعني وقعت او يدعم انها وقعت في 2006 وتجددت في قبل انتخابات نوفمبر 2016 ويجري التحقيق الآن فيها في 2023. هذا المدى الزمني البعيد في وجهة نظر الكثيرين بيضعف القضية، خصوصا أن هناك اتهامات كثيرة وجهت الرئيس ترامب في السابق وخرج منها بالكامل وحصل على البراءة. على سبيل المثال كان في 2016 قضية أكبر ربما من القضية الأخلاقية، كان قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وقيل وقتها أن رئيس ترامب دخل البيت الأبيض بدعم من الدعاية الروسية ودعم روسيا، وأن كان هناك مندوبين عنه اجتمع مع مندوبين من الرئيس بوتين، وهذه القصص الشهيرة التي يعني ملأت صفحات الصحف في ذلك الوقت. وفي النهاية اكتشف الجميع أنه لم يكن هناك قضية وأن رئيس ترامب خرج منها بشكل كامل. اليوم الرئيس ترامب نفى بشكل كامل وبدون تردد كافة القضايا 34 قضية اللي المدعى العام مدعى منهاتن بيوجهها للرئيس دونالد ترامب. يعني يا دكتور هو ترامب حاليا بيواجه عدد كبير من القضايا، يعني بخلاف الجريمة خصوصا الحملة الدعائية، وأنه وضع في هذه المؤسسة واستفاد منها في أعمال تجارية رقم واحد. رقم اثنين يقال أنه لم يدفع ضرائب تساوي حجم أعماله أو حجم أرباحه عن المشروعات التجارية وخصوصا المشروعات العقارية التي يملكها ترامب. هناك قضية كبيرة أيضا ربما لها بعد سياسي تتعلق بولاية جورجيا. يقال أو يتهم الرئيس ترامب بأنه في انتخابات 2020 ضغط على الهيئة الناخبة في ولاية جورجيا لتغيير النتيجة، لأنه كان بيعتبر نفسه فائزا في ولاية جورجيا بينما في النهاية خرجت النتيجة بفوز الرئيس الحالي جو بايدن. هذه أبرز القضايا المتهم فيها، لكن أنا في رأيي هذه المحكمة بدأت اليوم ولن تنتهي غدا، سوف تطول وسوف تستمر وسوف تشغل الرأي العام الأمريكي سواء أدين أو لم يدان الرئيس ترامب. لكن الأخطر هو فكرة الانقسام الوطني، لأن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك دعوات بتدعو إلى فكرة خطيرة للغاية، فكرة الطلاق الوطني، بمعنى أن الجمهوريات أو الولايات التي يحكمها جمهوريين تنفصل عن الولايات التي يحكمها ديمقراطيون. أنا في رأيي هذه الدعوات وإن كانت في بدايتها لكنها خطيرة للغاية، وتقول أن مساحة التعايش التي تسمح بها الديمقراطية بين المختلفين في الآراء، الديمقراطيون يدعمون مبدأ الإجهاض بشكل كامل، بينما الجمهوريين ومن منطلق أخلاقي ومن منطلق يعني إنساني بيرفضوا فكرة الإجهاض بنسبة 100%. هذه قضية كبيرة جدا، قضية المهاجرين أو المهاجرين غير الشرعيين وخصوصا على الحدود المكسيكية الأمريكية، هذه قضية أيضا بتشغل كل الأمريكيين. الجمهوريين يعني يتشددوا في فكرة دخول أي مهاجر غير شرعي للبلاد، في حين الديمقراطيين لهم آراء أخرى بيدعو فيها للتسامح مع وصول عدد أكبر من المهاجرين وهكذا. قضية السلاح الخاص أو ما يسمى بالسلاح المظلم، لأن أو الأسلحة التي يتم إنتاجها بدون ترخيص من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الأمريكية، هذه قضية أخرى أيضا وقضية كبيرة. كل هذه القضايا عليها خلافات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. يعني قضية ترامب ممكن نقول أو ممكن نسميها القشرة التي قصمت يعني ظهر البعير بالنسبة للمواطن الأمريكي، قضية ترامب بالنسبة له بتمثل هذا الشيء يعني. بالتأكيد، لأن ربما انحياز كثير من المواطنين وتحديدا الجمهوريين للرئيس ترامب، لأن هو انحياز القضايا كل هذه العقبات في حياة ترامب من يعني الفترة اللي فاتت كنا شايفين فكرة الوثائق السرية واكتشاف كل مدى جديد في هذا الموضوع، والآن القضايا الأخلاقية ويعني باقي القضايا. الناس بتقول أن النظام الحالي نظام بايدن هو من وراء كل ما يحدث مع دونالد ترامب، من أجل أن في تخوف من أن ترامب يكون له جماهيرية كبيرة، وطبعا ده هيأثر على الانتخابات المقبلة يعني الانتخابات الرئاسية.
طبعا يعني دائما في اي جريمه يطرح السؤال الاول، من هو المستفيد من هذه الجريمه؟ المستفيد الاول من المشاكل التي يعاني منها ترامب في الوقت الحالي هو الرئيس بايدن ومع الحزب الجمهوري وقيادات الحزب الديمقراطي اسس، وبالتالي هناك اتهام واضح بان هذه الاتهامات مجرد مناكفه سياسيه، لان بالمناسبه في هذه المحكمه في جزء في غايه الاهميه ربما كثير من وسائل الاعلام لم تهتم به، وهو المتعلق بالمدعى العام والقاضي. المدعى العام الحالي في منهاتن سبق له أن قام بالفحص والدرس وفحص كل الوثائق، حتى قام بسجن أقرب حلفاء ترامب وهو ستيف بانون. يعني ستيف بانون دخل السجن على يد هذا المدعي، يعني هذا لم يثبت حتى في القضايا الصغيرة والمتوسطة، فما بالك في قضية كبيرة مثل قضية دونالد ترامب. لذلك أنا في رأيي القضية بدأت اليوم لكن فصولها سوف تستمر، وربما حتى رئيس دونالد ترامب يصل إلى منصب الرئاسة وهو داخل السجن، والقانون الأمريكي لا يمنع المسجون من ممارسة حقه السياسي وربما حتى الفوز بالانتخابات الرئاسية، ونرى الرئيس ترامب ربما يحكم الولايات المتحدة الأمريكية من خلف القضبان. هل ممكن فعلا أن نصل إلى هذا المشهد أو تصل الولايات المتحدة أن رئيسها يكون داخل السجن؟ في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية كديمقراطية كبيرة وديمقراطية يعني لها حضورها في العالم ولها مزاجيتها في العالم لن تقبل هذا الأمر. أكيد. وهناك خطوة أيضا ونقطة في غاية الأهمية ويمكن طرحها حتى في وسائل العام للإعلام للنقاش، وهي إذا كان الرئيس دونالد ترامب تم محاولة عزله مرتين من خلال الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ وفشل أو لم يتم إدانته، فكيف يتم إدانته أمام القضاء؟ يعني معروف أن الهيئة التشريعية الناخبة اللي بتمثل ضمير الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل ضمير الشعب الأمريكي هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إذا كان في مرتين تم تبرئته من كل القضايا، فهل يتم تبرئه، هل يتم اتهامه في أمام محكمة في منهاتن؟ هذا السؤال الأول. طب وإذا تم اتهامه وتثبيت حتى أي تهمة من ال 34 تهمة الحالية، هل هناك مخرج؟ أنا في رأيي نعم، يستطيع مجلس النواب ويستطيع مجلس الشيوخ أن يرفع هذه القضايا عن الرئيس دونالد ترامب لو فاز بالانتخابات الرئاسية في 2024. لكن في الوقت الحالي استطلاعات الرأي بتقول أن رئيس دونالد ترامب له حضور بنسبة تصل إلى 70 أو 80% داخل الجمهوريين، في وسط المستقلين لا تزيد هذه النسبة عن 50 أو 55%، لكن لو ذهبنا للمعسكر الآخر لدى الديمقراطيين هي نسبة متدنية للغاية لا يتعاطف معه إلا حوالي 5 أو 7% فقط. لذلك على المستوى الوطني ومن الآن وحتى 2024 فكرة وصول يعني جو بايدن للبيت الأبيض في نوفمبر 2024 أنا في رأيي الحكم عليها في الوقت الحالي يعني ما زال مبكرا ومبكر جدا كمان. بكل تأكيد احنا امام شخصية استثنائية وهو دونالد ترامب، رئيس امريكي سابق سيذكره التاريخ بكل تأكيد بشكل مختلف تاني عن اي رئيس اخر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن سمير خبير العلاقات الدولية، والحقيقة دكتور قال يعني مش بعيد ان ترامب يدخل الى السجن، ويعني فكرة الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية ممكن توصل ان هو يحكم من داخل السجن، لكن طبعا هيكون في وقتها يعني حسابات أخرى لأن دي دولة عظمى يكون رئيسها داخل السجون، يعني مشهد كان لازم إن احنا نقف معاه وهنتابع تطوراته أكيد خلال الفترة اللي جاية وإزاي بيأثر على الداخل الأمريكي وعلى أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نروح لحلف الناتو، حلف شمال الأطلسي اللي هو يعتبر من أكبر التحالفات الخاصة بالدفاع العسكري، بيضم يعني لحد امبارح 30 دولة، النهاردة الدولة 31 تم إعلان انضمامها في حلف الناتو وهي دولة فنلندا. الموضوع ما كانش بسهولة، يعني فكرة دخول دولة جديدة إلى هذا الحلف ما كانش بهذه السهولة، ولابد من يكون في إجراءات معينة والدول الأعضاء يوافقوا على انضمام فنلندا، وأيضا هذا الموضوع له تأثير على روسيا وعلى سياسات روسيا. يعني يمكن احنا كنا شفنا سبب الأزمة الأوكرانية هو فكرة نية دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو. طيب ماذا عن فنلندا وتطورات العضو الجديد في هذا الحلف وكيف سيؤثر على السياسات الخاصة بروسيا وعلى المشهد العالمي بصفة عامة؟
لتحليل اكتر بينضم لينا على التليفون دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. برحب بيك يا دكتور معانا. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. اولا يا دكتور، يعني خلال الفتره اللي فاتت ايه يعني ابرز الاحداث اللي كانت بتدور حول انضمام فنلندا؟ يعني ارصد لينا المشهد خلال الفتره اللي فاتت يا دكتور الى ان وصلنا اليوم للانضمام الرسمي. هل كان بسهوله دخول فنلندا؟ ما ابرز الاعتراضات وما ابرز ما كان يحدث خلال الفتره اللي فاتت؟ هو بالتاكيد طبعا فنلندا والسويد كانوا على قائمه الانتظار للدخول الى حلف الاطلنطي منذ اكثر من 4 اعوام. هناك ايضا 7 دول اخرى مرشحه للدخول، لكن تسريع دخول فنلندا وتاجيل السويد لعده اشهر مرتبط بامرين. الامر الاول ان فنلندا دوله جوار وتماس استراتيجي للحدود الروسية، فبالتالي هتزيد مساحة أراضي الحلف في تمددها لجوار الحدود مع روسيا، بالتالي هو هذا السبب الرئيسي أن مناطق التماس الاستراتيجية ويعني قريبة للغاية وبالتالي بين روسيا وبين فنلندا، بالإضافة إلى أن فنلندا استوفت تماما بالشروط الموضوعة لدخول الحلف، سواء كانت الشروط الاستراتيجية أو الأمنية أو الترتيبات العسكرية، بالإضافة إلى توقيعها على البروتوكولات الحاكمة للحلف. الحلف تسرع من هذا نتيجة للمعارك التي تشهدها مسارح العمليات بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي الأمين عام الحزب كان يعني واضحا في هذا الإطار بتصريحه أننا قبلنا دخول فنلندا للتسريع به الاستفادة من موقعها السياسي والاستراتيجي، لأنه إحنا مسرح العمليات مجاور حدود الناتو، تبقى 1350 تقريبا كوي كيلو، مساحات ممتدة بتزود المساحات البرية، بالتالي هنا الحلف يمكن أن يضع قوات في فنلندا وتبدأ ترتيبات أمنية واستراتيجية. مش الخطورة في دخول فنلندا، لكن دول بحر البلطيق وهي الدول التي تقع وفق الاستراتيجية الروسية فيما يعرف بمنطقة الفضاء الروسي، وبالتالي هذه المناطق أصبحت الآن ليست مناطق فضاء روسي أو مناطق تمركز ونفوذ، إنما هي مصدر تهديد للأمن القومي الروسي، وبالتالي الروس أعلنوا أنهم سيعيدوا انتشار قوات في شمال وشمال غرب مناطق التماس الاستراتيجية، والحلف ايضا حلف الاطلنطي حيقوم بنشر قوات، والا ما كان يقبل بدخول فنلندا في هذا التوقيت. اذا هيبقى في فعل وفي رد فعل بدخول السويد خلال الاشهر المقبله، وربما خلال ال3 اشهر المقبله هيبقى في مشكله كبيره بتواجه روسيا في محاوله تطويق ومحاصره النفوذ الروسي في مناطق التماس الاستراتيجي. ده احد الاهداف الرئيسه اللي بيتركز عليها الحلف في الفتره الراهنه، وهو محاوله تغيير المقاربه العسكريه ومحاصره روسيا ومحاوله دعم الجانب الاوكراني في طبعا في تمويلات بالسلاح، في مخصصات ماليه كبيره الكونجرس اقرها اعتقد، وطبعا في نشر لي منظومه الدفاع الامريكيه. خليني اسالك يا دكتور على موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد، لان هي كانت من ابرز المعترضين على انضمامهم لحلف الناتو. هل تركيا غيرت من رؤياها او من مواقفها، وما الذي دفع تركيا لتغيير كمان موقفها؟ لا، هو مش تغيير، هو طبعا كان هناك استقبال الرئيس الفنلندي في تركيا. تركيا كانت معترضه على ان هذه الدول دول الاتحاد الاسكندنافي تمثل مشاكل كبيرة وخطيرة متعلقة بطبيعة الحال بتاريخ استقبالهم لبعض العناصر الإرهابية، سواء من حزب العمال سواء كان من بعض التنظيمات التي تراها تركيا أنها مناوئة. إذا كل ده تم التعامل معه بواقعية. تعلمي حضرتك أن السياسة التركية سياسة نفعية برجماتية واقعية، وصدق البرلمان التركي على هذا الأمر، وبالتالي حسم. يعني أيضا في السويد نفس الكلام، السويد بتستقبل وأيسلندا عناصر من تنظيمات تراها تركيا أنها مهددة للأمن القومي الروسي، صحيح، والأمن القومي طبعا التركي، فبالتالي كان التعامل بهذه الصورة. أعتقد أنه لم تعد هناك مشاكل في
التحاق ايضا السويد. البرلمانات الاوروبيه الاخرى طبقت خلاص على دخول فنلندا واصبحت العضو 31، هيبقى عليها التزامات مباشره، هيبقى في بروتوكولات حاكمه، هيبقى فيها يعني التزام بنشر قوات ومنظومات دفاعيه وغيره، يعني في اجراءات كثيره. كل ده هيمثل مشكله خطيره في الفتره المقبله بالنسبه للجانب الروسي، والروس طبعا هيعيدوا تموضع قواتهم، وهتبقى في اجراءات روسيه خلال الفتره المقبله. هل ستتوقف يعني الاجراءات الروسيه ردا على انضمام فنلندا الى حلف الناتو على فكره ان هي تزيد من الحشد الخاص بالقوات او حشد القوات على الحدود، ام ان ممكن يكون ايه تاني متوقع من روسيا كرد فعل؟ روسيا وفق الاستراتيجية الروسية اللي أعلنتها منذ 48 ساعة، في استراتيجية روسية وأعلنت للعالم على الملأ، وهي أنه من سيقترب من هذه المناطق اللي هي خاصة بالنفوذ والتمركز الروسي هيمثل إشكالية، زي ما الصين بتعتبر بحر الصين الجنوبي منطقة نفوذ ولا يمكن لأي قوة دولية مناوئة أن تمثل لها خطر. الروس لديهم أيضا مناطق تماس استراتيجية في منطقة بحر البلطيق، القوقاز فيما وراء الأناضول، مناطق تمثل استراتيجية، كل دي مناطق نفوذ وفق للتعريف اللي أطلقته المؤسسة العسكرية الروسية قبل بدء العمليات على أوكرانيا. هذه مناطق تماس لا يمكن الاقتراب منها ومناطق فضاء كاملة. لا تنسي أن أحد أسباب قيام العملية المحدودة التي قامت بها روسيا في البداية تجاه أوكرانيا هو عدم تمدد الحلف شرقا. اليوم يتغير الأمر، الدول تدخل إلى مناطق الشرق وبتحدد وجودها، فبالتالي في مخاطر حقيقية من تمدد هذه الدول التي مش هتقتصر طبعا في رأيي على فنلندا، ربما السويد وأيضا دول بحر البلطيق. ده هيبقى في إجراءات روسية مقابلة، نعم هتبقى في يعني إجراءات احترازية روسيا، خصوصا أن الروس أيضا متخوفين من تمدد العمليات في مصارح بولندا وفي رومانيا اللي هي الدول المجاورة، فبالتالي صحيح. الجانب الروسي في مأزق حقيقي. طيب. هدف الجانب الغربي والولايات المتحدة في هذا التوقيت أنه أراضي الناتو تبقى مؤمنة، يعني كل أراضي الحلف الأطلنطي كلها تبقى مؤمنة تماما وتتمدد حضورها ووجودها بصورة أولى. بالتزامن مع إعلان انضمام فنلندا لحلف الناتو، احنا بنشوف زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين، فهل احنا بنشوف تضييق على روسيا من كافة الاتجاهات، يعني سواء بانضمام فنلندا أو كمان بمحاولة مداعبة الصين وكسب الصين من قبل أوروبا، سواء يعني موقف إيمانويل ماكرو أو رئيسة المفوضية الأوروبية؟ هو حضرتك الأوروبيين يسعوا الآن إلى دفع الجانب الصيني لتنفيذ المبادرة اللي الصينيين طرحوها. الصينيين طرحوا مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية من 13 بند، والطرفين لا يزالوا بيدرسوا المشهد، لكن الصين ربما لأنها غير قادرة الآن على تحريك المشهد، وربما لها حساباتها الخاصة كما تعلمي. الصينيين يهمهم الاستقرار في جنوب شرق آسيا، يهمهم مسألة تايوان، يهمهم عدم عسكرة هذه المناطق العسكرية ومناطق التماس، فالصين لها حساباتها الخاصة بصرف النظر عن طرح مبادرة أو غيرها. الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا لا يريدوا للعملية المحدودة في أوكرانيا وفق المنطق الروسي المعلن تتحول إلى حرب شاملة، حتى الآن هي عملية محدودة، لكن إذا وقع بوتين خلال الأسابيع المقبلة تحت ضغوط الجنرالات في المؤسسة العسكرية الروسية ربما تتحول العملية المحدودة إلى حرب شاملة. وقتها ربما هنا تقع مواجهات، والمواجهات ربما تقع بالخطأ ما بين دول الناتو وبين الحلف وبين طبعا روسيا، لأنه هناك حشود عسكرية، هناك أنظمة دفاعية، هناك تهديد باستخدام السلاح النووي، هناك إعادة تموضع للأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. كل ده ممكن حضرتك يسبب مواجهة غير مقصودة، يعني تقع المواجهة بالخطأ نتيجة لكل ما يجري. ولهذا يعني أجهزة المعلومات الدولية سواء في الولايات المتحدة CIA أو روسيا أو حتى فرنسا حذرت من هذا الأمر. كل هذه الشروط العسكرية في منطقة محدودة في مناطق تماس في حالة استنفار ربما طبعا تؤدي إلى المواجهة، بالتالي الجانب الروسي
سيسعى الى الخروج من الدائره ومن المحاصره ومحاوله دفع الغرب والولايات المتحده للجانب الروسي الى حافه الهويه، يبقى في تعامل استراتيجي عظيم مباشر في هذا الموضوع. بكلامنا على الشك والجانب العسكري، مهم نسال فنلندا ماذا ستقدم لحلف الناتو بخصوص الاسلحه وكدعم عسكري؟ يعني خلينا نقول انه يعني الدعم العسكري بيحتاج الى وقت لوصوله الى مسرح العمليات في اوكرانيا. كل ما سمعناه خلال الاسابيع الاخيره اغلبه لم يدخل حيز التنفيذ، برغم ان الميديا الغربيه بتصوت في هذا الاطار. وطبعا نحن نستمد، وخليني اصحح نقطه مهمه من خلال حضرتك، نستمد معظم مصادر المعلومات الحرب الروسيه الاوكرانيه من خلال مصادر غربيه، وبالتالي حتى الآن التحرك الخاص بالقوات الأوكرانية مدعوم بمساعدة غربية لكن إلى حدود، بحيث لا تهدد الأراضي الروسية، بمعنى أن لا تبدأ عمليات داخل العمق الروسي. وبالتالي العسكريين حينما يتحدثون الآن لا يتحدثون إلا عن عملية محدودة، لكن إذا تحولت العملية إلى حرب شاملة لن تقتصر الأمر على اقتحام المدن الاستراتيجية. لغاية فجر اليوم مدينة بخموت لم تسقط، وبالتالي في عديد من المناطق الاستراتيجية والمدن المجاورة للمناطق الأربعة التي تم ضمها إلى روسيا بعد إجراء الاستفتاء أعتقد هتبقى مهددة. وبالتالي الحديث هنا عن تعديل مسار المواجهة، وإنه الجانب الأوكراني يستطيع أن يحرر بعض المناطق في اقليم الدنباس وما يجاوره، هيبقى محتاج بعض الوقت. يعني لازلنا في حرب تقودها روسيا وتشعر انها الان بضروره تحقيق مكاسب كبرى. الاوكرانيين بيحققوا نجاحات لكن النجاحات محدوده حتى الان، لم يتم تحرير اراضي كثيره. الان نحن نتحدث عن مساحه اكثر من 34% من الاراضي الاوكرانيه اصبحت مقسمة، باقي الأجزاء إلى أشطار تم شطرها. وبنتكلم على مناطق الأربعة، الأقاليم الأربعة الرئيسة. أيوة. بنتكلم على المنشآت النووية، كل ده تم تفكيكه. فما يجري الآن يحتاج بطبيعة الحال إلى مراجعة. الغرب يريد مناكفة روسيا، دفعها لحافة الهوية، إنهاكها بسلسلة العقوبات كما تعلمي الاقتصادية. صحيح. بصورة كاملة، حزمة العقوبات مهمة. كل ده هدفه انه يعود الجانب الروسي عن عمليته، وده طبعا خيار صفري هيبقى. صحيح. صعب ان يتم. الامل في ان الصين تنجح في فرض مبادرة، وهذه المبادرة تلقى قبول وندخل في ترتيبات امنية واستراتيجية. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية، كان تحليل لطبيعة واهمية انضمام فنلندا لحلف الناتو وتأثير ده على المشهد العالمي، سواء بالقدرات العسكرية، سواء بتحركات روسيا، وبالتزامن زي ما قلنا زي المعسكر الاوروبي بيحاول ان هو يتعامل مع الصين بشكل مختلف. لابد ان احنا يعني نربط كل ما يحدث علشان في الاخر نفهم ولو جزء بسيط من السياسات الدولية والتحركات من قبل هذه الدول. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام جولة أخبار النهاردة، لكن حلقتنا لسه مكملة مع حضراتكم، استنونا بعد هذا الفاصل.